صباح الخير والسعادة مرة ثانية، وتحية أكيد تحية ثقافة وعلم نبعثها لكل من ضم لمتابعة تغطيتنا هنا من مركز إكسبو الشارقة ومهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام اللي فيه العديد والعديد من الأنشطة والفعاليات الجميلة. وما شاء الله يعني قاعد أشوف الأطفال برا، خط كبير من الأطفال يعني ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب ويسعدهم وإن شاء الله يستمتعون بهذه الزيارة لطبعا هذا المهرجان. مثل ما قاعد يعني بالفعل العديد من المدارس اللي تحرص سنويا على اصطحاب طلابها لهذا الحدث الجميل، تعلم واستفادة وترفيه وتسلية وكذلك قضاء أوقات جميلة، وبالفعل يزيد الترابط ما بين يعني ما بين الطلاب وحتى المعلمين في مثل هذه التجمعات الجميلة. نتمنى إن شاء الله من الجميع من أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم وأبنائهم للاستفادة وأكيد قضاء أجمل وأحلى الأوقات. سعدنا مشاهدينا نستضيف الأستاذة تقى عبد الرحيم ناشطة اجتماعية ومدنية لحقوق الطفل والمرأة وكذلك حائزة على العديد من الجوائز في طبعا مسيرتها. صباحك خير وحياك الله معنا. صباح الأنوار، يعطيك العافية. حياك الله، ربي يعافيكم. بداية أستاذة تقى في هذه زيارتك الأولى عن في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، نعم، خبرينا عن انطباعك بشكل عام. صراحة انطباع جدا إيجابي، كم هائل من الفرحة وكم هائل من الإيجابية اللي حسيتها أثناء تواجدي بأيام المعرض. يكفي أنه هذا الاهتمام الكبير اللي مقدم إلى الأطفال ده ينعكس بصورة إيجابية للمجتمع إن شاء الله في مرور السنوات القادمة. أكيد مثل هذه الفعاليات تساهم في الارتقاء بفكر الطفل. لو نتكلم شوي عن أهمية مثل هذه المهرجانات الثقافية بالنسبة للأطفال، وخاصة أن هذا المهرجان يحتضن كثير من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية اللي تنمي فكر الطفل نفسه. نعم، أتحدث عن شنو بالضبط؟ نتكلم شوي عن أهمية مثل هذه المهرجانات الثقافية أكيد. بالنسبة للطفل اليوم إحنا عندنا الطفل هو عبارة عن عجينة ممكن أنه الإنسان يشكله مثل ما يرغب، لذلك لو أتيحت إلى الفرصة اللي بهذا الكم الهائل من التكنولوجيا والتطور اللي دي عيش به بأيام يعني بأيام متسلسلة وأيام متزامنة. نذكر على أيامنا من لما كنا أطفال، كنا ممكن أنه إحنا نتحسر أنه نحصل على المجلة اللي إحنا نحبها أو اللي إحنا ننتظرها شهرياً أنه تنزل. اليوم الأنشطة اللي شفتها ليست فقط كانت متعلقة في الكتاب اللي هو المطبوع، وإنما كانت هنالك العديد من الفعاليات، سواء كانت المسرحيات المقدمة، الأمور التكنولوجية، الأمور الثقافية، فأكيد جدا مهمة بتنمية عقل الطفل، وهذا هو المطلوب إنه أنا أنمي عقل الطفل بشكل يواكب التطور الحاصل في المجتمع. جميل أستاذة، يعني إلى مدى تساعد القراءة والثقافة على تمكين الطفل أنه ينال حقوقه بشكل كامل ومكمل؟ القراءة من أهم الأمور اللي لازم نحصن بها ليس فقط الطفل وإنما كل شخص، لأنه موضوع القراءة يساعد الإنسان على أن يفكر، بالتالي أنا لما أساعد الطفل على أن يفكر راح يعرف يتحكم في قراراته في اختياراته، يوصل إلى كيفية أنه يحقق أهدافه، اختيار حلمه مثلا الوظيفة اللي يرغب أن يكون فيها في المستقبل. فموضوع القراءة تنمي المواهب وتنمي القدرات. ممكن أنه عندك بعض الأطفال من لما يقرؤون يكون لهم مستقبل في مجال القراءة، أو البعض أنه يكون محترف في كتابة الرواية أو كتابة المسرحيات. لذلك اليوم الطفل أنا أعتبره جدا خطير، وأيضا هو أيضا قابل للتطور. صحيح. فكيف أنا أحصن بوسط هذا الكم الهائل من الأمور اللي موجودة في المجتمع؟ بالقراءة، بالفعاليات الإيجابية، بتقديم الدعم النفسي حتى أصنع من عند شخص يكون إيجابي وتنعكس هذه الإيجابية في المستقبل على المجتمع. أكيد اليوم نتكلم عن أهمية الكتاب، أهمية القراءة، ونتكلم بعد جانب آخر، نتكلم عن أهمية الفعاليات الترفيهية بالنسبة للطفل. كيف ممكن أو إلى أي مدى تساهم هذه الفعاليات التثقيفية والترفيهية في الارتقاء بفكر الطفل وتثقيفه؟ دورها جدا مهم أكيد، لأنه اليوم الطفل من لما
الصوت جدا عالي. نعم صح. من لما الطفل يشوف مثلا مسرحيه معينه اكيد هو راح يقتبس فكره من هذه المسرحيه. صحيح. من لما مثلا يقرا كتاب او قصه بالتالي ايضا راح ينعكس على تصرفاته وعلى سلوكه من خلال التواجد داخل المدرسه او داخل البيت او حتى من خلال الطلعات العاديه والتفاعل بشكل ايجابي مع المجتمع. نعم جميل. يعني مثل ما قاعد نشاهد الحين مشاهدينا هذه العروض الجميله المستمره في المهرجان والصوت عالي طبعا لدرجه اني انا مو قادر اسمع نفسي وانا قاعد اتكلم. وتعودنا اسماعيل نشوفهم في هذا الوقت. صح. وخاصه يعني ان الاطفال ينتظرون هذا الوقت بشكل خاص عشان يشوفون مثل هذه الفعاليات الترفيهيه اللي تسعد الطفل نفسه وكل من يزور طبعا هذا المهرجان. جميل. استاذه تسمعيني؟ تسمعيني؟ يعني اسمعك بس بالاحكي لازم اصيح. جميل. ما شاء الله حصلتي على العديد من الجوائز في مسيرتك طبعا. شو اهم الجوائز واقربها لك؟ بعد ما دخلت المجال المدني بال 2012 نعم اختاروني بال 2014 و2015 من سفراء السلام في بغداد. نعم. فكان هذا حافز جدا قوي انه انا استمر في مسيره النشاط المدني، لانه النشاط المدني في المجتمع العراقي خاصه للبنات صعب، مو بسهوله نقدر انه احنا نوصل ونعبر عن راينا بسبب كثره الناشطين وكثره المنظمات وكثره المبادرات. وايضا في 2017 حصلت على عن فئه العمل المجتمعي من قبل افضل ناشط مدني عن فئه العمل المجتمعي من قبل مؤسسه دوتشه فيلا الألمانية، فكان هذا الشيء جدا مهم بالنسبه لي. ما شاء الله. هذه الجوائز تعمل على تحفيز الانسان أكيد. وانه يعطي اكثر يعني. صح. أكيد. طبعا نرد نتكلم شوي عن أهمية الكتاب بالنسبة للطفل، وخاصة مع التطور الكبير اللي نشوفه، التطور التكنولوجي واستخدام بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم هذا المهرجان يرسخ قيمة الكتاب نفسه، أهمية الكلمة المقروءة بعد. الكتابة جدا مهمة للطفل، حتى لو كان أنه خلال تحضيره للدروس الاعتيادية اللي يؤديها من لما يرجع من المدرسة أو من الروضة، بمجرد ما أنه المعلمة تحاول تنمي هذه القدرة العقلية أنه هو كيف مثلا أن يختار الكلمات، أكيد راح نساعد بصقل الموهبة، لأنه الأطفال كلهم يمتلكون مواهب سواء كانت في مجال الكتابة، في مجال الشعر، في مجال التمثيل، لكن تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى التحفيز، تحتاج إلى شخص قادر على أنه يستخرج هذه الموهبة ويصقلها بشكل إيجابي حتى تكون فعالة ومؤدية بداخل المجتمع. لكن إذا تم التعامل مع الطفل بطريقة الإقصاء والتهميش بالتالي راح تنعكس الآثار السلبية على المجتمع. وبالتالي أنا اليوم كمعلمة من لما أتعامل مع أطفال داخل الصف، أنا أتعامل بجيل راح أخرجه للمجتمع، أي آثار تتكون بداخلهم راح تنعكس بالتالي على المجتمع مستقبلا. ممكن البعض ما يفكر بالنظرة المستقبلية، لكن واجب الاهتمام بتنمية مواهب الطفل وخاصة في مجال الكتابة والقراءة. صحيح. خصوصا استاذة اليوم الجيل تغير، يعني مو نفس قبل، صار كثير يعني اليوم وسائل التواصل صارت تعطيهم بعض الرسائل اللي قد تكون للأسف نوعا ما سلبية في بعض الأحيان. صح. واليوم الرقابة الأبوية والأبو والأم دورهم جدا كبير في عملية انهم كيف ينتقون الافضل. يعني ليست فقط الرقابة من قبل الاب والام، ايضا انه انت عندك بعد العمر يعني بعد واجب الاب والام توجد عندنا الحضانة والروضة والمدرسة، اذا المعلم دور جدا مهم في التربية قبل التعليم. صح. لذلك انا احصن الطفل من خلال انه اكون اقرب اليه، انا الصديق الاقرب الى الطفل. لو نجح الأب والأم أو المعلم بأن يكون صديق الطفل بالتالي راح يساعد بالتأثير على هذا الطفل. فمثلا أنا قرأت معلومة في أحد الدول أنه ممنوع استخدام أجهزة السوشيال يعني وسائل السوشيال ميديا والأجهزة الذكية إلا بعد ما يبلغ الطفل عمر 12 سنة، وأنا برأيي هذا الشيء جدا جدا مهم. اليوم احنا نشوف أبو السنة والسنتين يتحكم بالأجهزة الذكية، ممكن يكون افضل من عندنا. صح. وقادر على فك حتى الرموز السريه ويوصل بالبرنامج بحر عميق. لذلك التحصين واجب على ان يكون تعاون ما بين الاسره وما بين المؤسسات التربويه والتعليميه.
جميل جميل. نحن شاكرين لك وجودك استاذه معانا، ونتمنى لك التوفيق دائما في مسيرتك، ونشوفك ان شاء الله السنه القادمه باذن الله. يعطيك العافيه. ممتنه ممتنه، شكرا.